يسعد مساكم أصدقائي جميعا في قناتنا شادي جيمينج. اليوم أصدقائي فيديو جديد بالسلسلة الجديدة اللي أعجبتكم وحكيتولي استمر فيها، وهي سلسلة هبت مجموعة. صراحة أنا استمتعت جدا بتعليقاتكم وحمستني أنزل كمان فيديو لهذه السلسلة، فبتمنى منكم أصدقائي ما تحرموني من زر اللايك والاشتراك بالقناة، وكمان لازم هذا الفيديو يوصل 100 لايك أقل شيء لحتى نعمل اليوم بث مباشر وتكون سهرة ونستمتع فيها مع بعض. فخلينا ندخل للمقطع، ليتس جو. واليوم يا اصدقائي رح نلعب بمجموعة كتير حلوة وكتير كانت اوفر باور، اللي هي مجموعة يا اصدقاء الشرنوي لكن مدموجة مع الانفوكر. يس، مدموجة مع الانفوكر يا جماعة الخير، واللي راح تكون صراحة اضافة قوية جدا للشرنوي، لانه الانفوكر البوك تريو عبارة عن النار، يعني بيستخدم عنصر النار، وكمان الوحوش الخاصة في الشرنوي هي كلها النار. فخلينا ندخل للمجموعة ونشوف اللي أنا عم بحكيه واللي راح يخلي المجموعة صراحة كتير ممتعة وقوية، واللي عنده هاي المجموعة صراحة راح يستفيد. Let's go. مثل ما انتم شايفين أصدقائي هذه هي المجموعة اللي راح نلعب فيها اليوم. طبعا احنا ضايفين سكيل سينس درو سينس دارك يا جماعة الخير، اللي هو لما تنقص منك 1500 نقطة حياة بإمكانك تجيب الستار ليدك. طبعا يا جماعة الخير الستار شو ميزته؟ إله أكثر من ميزة بشكل عام، راح أختصرها بكتير لأنه أنا شارع أصلا كتير مجموعات لهي البطاقة بشكل عام، وأصلا بطاقة كتير قوية. طيب فكرتها يا جماعة الخير إنك أول ما تعملها نورمال راح تضيف لك فيوجن الخاص الفيوجن الخاص بالفوكر بشكل عام، واللي هو هذا الفيوجن اللي هو الانفوكيشن، راح يضيف لك اياه ليدك. ثاني شيء يا جماعه الخير انه بامكانك لو كانت في يدك هاي البطاقه تضيف 1000 نقطه اتاك لوحوش لفيوجن ايا كان، يعني مش بس وحوش لفيوجن الخاصه بالانفوكر، لا تقدر تضيف 1000 نقطه هجوم لوحوش الفيوجن بشكل عام. طيب يا جماعه الخير بالنسبه لوحوش بالنسبة لوحوش الشرنوي يا جماعة الخير، خلينا نشرحهم على السريع لحتى ندخل في المجموعة ونستمتع مع بعض. للي ما بيعرف قدرات الشرنوي، نيجي لأول وحدة واللي هي بتسوي لك يا أصدقائي إنك تقدر تعمل تريبت لمونستر بشكل عام، لو لازم يكون زومبي، وتساوي سبيشال سامن لأي وحش زومبي يكون ديفنسو زيرو بشكل عام. وبإمكانك لما هذا تكون للمقبرة بتعمل عفوا يا جماعة الخير، إذا هذا تساوت إلها بانيش بإمكانك تعمل سبيشال سامن لأي وحش زومبي المخصص للشرنوي، تسوي له سبيشال سامن لما يكون معمول إله بانيش. يعني لو كان في تونر معمول إله بانيش، يعني مثلا زي هذه كان معمول إلها بانيش وهذه برضه راحت بانيش، راح تعمل يا صاحبي سبيشال سامن إلها، فكتير ممتاز وراح نستفيد منها بشكل رهيب جدا. طيب بالنسبة لسكواير يا جماعة الخير، بكل اختصار إذا عملت لها أنت نورمال مانستر بشكل عام، يعني نورمال سامن، راح تعمل سبيشال سامن لتونر، أي تونر من وحوش الشرنوي راح تعمله سواء كان في يدك أو في المجموعة. أما الميزة الثانية إذا بتنعمل إلها بانيش هاي البطاقة، راح تساوي دروينج لبطاقة وترسل بطاقة للمقبرة، فكتير ممتاز. طيب بالنسبة لشيدا أو شيدي بشكل عام، هاي يا جماعة الخير إذا كانت نورمال مانستر في الملعب بإمكانك تسوي تريبت إلها وتساوي سبيشال سامن لتو مانستر زومبي الخاص في الشرنوي مرة أخرى، وتسوي له سبيشال سامن، يعني بإمكانك تعمل سبيشال سامن لهاي وسبيشال سامن لهاي إذا كانوا معمول إلهم بانيش أو هاي كمان عادي يعني. فكتير ممتازة وضيفوا منها بطاقة جماعة الخير. وبالنسبة لحبيبة الشرنوي بشكل عام اللي هي هذه أهم بطاقة ولازم تكون ثلاثة منها، هاي شو بتساوي؟ بإمكانك تعمل سينكرو في البداية، ولما تكون في المقبرة في الدور الثاني بإمكانك تعمل بانيش لأي بطاقة شرنوي حسب اللي أنت بتعمله، وتعمل لك سينكرو يعني حسب اللي أنت بتعمل له بانيش. يعني مثلا عملت بانيش لليفل 4 مع ليفل 2، يعني ليفل 6 راح تساوي سينكرو ليفل 6 خاص بالزومبي، تمام. وبالنسبه للسكيلز يعني السايد بامكانك انت تضيف اي سايد، تضيف مثلا كوزميك لانسي
تشاليس اللي بدك اياه. بالنسبة لبطاقات الاكسترا ديك اللي احنا ضايفينها، ضايفين 2 بوك تريو. طيب البوك تريو ايش مهمته يا جماعة الخير؟ بيزيد لك على كل مانستار رح ياخد الفاير، يعني على كل مانستار رح ياخد 200 نقطة اتاك، وهاي البطاقة بتعمل عملية هجوم لكل وحش مانستر ديفرنت نيم يعني بشكل عام. وكمان هاي البطاقة بتعمل انفيك دامج على الديفنس بوزيشن، تمام؟ يعني رهيبة رهيبة كتير هاي البطاقة، ممكن تحسم لك المبارزة بشكل رهيب جدا، اسطورية. فيب هاي البطاقة جدا جميلة. طيب نيجي على كرول دراجون. كرول دراجون اذا استدعيته يا جماعة الخير بامكانك تربي بطاقة للمقبرة وتسوي ديستروي لاي بطاقة حرفيا في الملعب، فكتير ممتاز. واذا هذه راحت للمقبرة جماعة الخير، هذه البطاقة راحت للمقبرة راح تعمل دروبينج لبطاقة واحدة، تمام. نيجي للسينكرو ليفل 12. طيب هذا لازم نعمله بقدرتين، يعني لازم نسوي له ميزتين حتى ناخد الكفاءة العالية اللي فيه. طيب يا شادي شو هي الكفاءة العالية؟ اول شيء هو بقول لك يا جماعة الخير انه ما بيتدمر بالديستروي بالكارتس افكت، يعني ما راح يتدمر بالكارتس افكت. تاني شيء يا جماعة الخير، اذا انت عملت له سينكرو يعني عن طريق تونر، يعني سينكرو تونر يكون مثل ما انتم شايفين اللون الاخضر هذا، يعني هذا عبارة عن سينكرو تونر. اذا ضفت هاي وضفت كمان سينكرو ليفل 6 مثلا زي هذا، راح تفعل ميزة ثانية لهذه البطاقة، واللي هي يا جماعة الخير انه راح يزيد كمان 3000 نقطة هجوم. فبهيك بيصير نقاط هجومه 6000 وما بيتدمر بالإفكتات، يعني عبارة هاي بطاقة أوتوكي ممكن تفوزك المبارزة كلها. نعم يا جماعة الخير. طيب نيجي للبطاقة هذه. هاي البطاقة يا جماعة الخير بترجع لك البطاقات السينكرو الموجودة في المقبرة أو المعمول لها بانيش، وتساوي ديستروي على حسب البطاقات اللي انت رجعتها. يعني مثلا رجعت 2 سينكرو بتدمر بطاقتين في الملعب وما بتقدر تلغيه، هو ما بيقدر يلغي الإفكت هذا طالما رجعوا بطاقات السينكرو. لكن كن حذر جدا انك ترجع بطاقات السينكرو، يعني مثلا انت رجعت بطاقتين يا جماعة الخير، هو عنده بطاقة في الملعب مش راح يتفعل الإفكت، اوعك. لازم يكون عنده مثلا بطاقتين، يعني انت بترجع على حسب البطاقات اللي عند خصمك في الملعب. يعني مثلا انت رجعت 3 لازم يكون في 3 بطاقات في ملعب خصمك لحتى تستغل هاي الفكرة ويتفعل عندك الإفكت، لازم تفهم هذا الشيء. وتاني شيء يا جماعة الخير واللي هو تقدر تعمل بانيش لاي بطاقة زومبي من المقبرة وتحمي هذا الوحش من ناحية الهجوم انه ما يتضمر، فهذا شيء جدا ممتاز وبتقدر تكمل فيه بشكل رهيب جدا، مش بس هو حتى كمان وحوش الزومبي الموجودة بالملعب، فكتير ممتاز. نيجي للبطاقة هاي يا جماعة الخير. هاي البطاقة بكل اختصار بتعمل بانيش لاي وحش موجود بالمقبرة وبتزود نقاط هجومك على اللي انت عملت له بانيش، فكتير ممتاز. طيب نيجي لهي البطاقة يا جماعة الخير. هاي البطاقة عبارة اذا تساوت لها بانيش، يعني انت استدعيتها كانت في المقبرة وعملت لها بانيش عن طريق هاي البطاقة واستدعيت مثلا هاي البطاقة، تتفعل الميزة الثانية بالنسبة لها واللي هي بتنقص نقاط الهجوم لوحش خصمك، فكتير كتير كتير ممتاز. وعندها ميزة تانية يا جماعة الخير، إذا كانت موجودة بالملعب وفي عندك نورمال مانستر لخصمك، بإمكانك ترجع بطاقة زومبي معمول لها بانيش وتخليه وحش خصمك ديفنس بوزيشن. طيب وهي البطاقة بكل اختصار بتحمي وحوشك، إن وحوش الزومبي يعني بشكل عام، إنها تتدمر بالكارتس افكت ما راح تتدمر. طيب إن شاء الله أكون وفيت بالشرح وشرحت كل المجموعة بشكل عام، وخلينا الآن ننتقل للمبارزات ونشوف قوتها ضد الناس. Let's go. ندخل أول مبارزة معنا ضد شخص عم يستخدم يامي يوغي. طبعاً يا أصدقائي ما تحرمونا من اللايك مثل ما حكيت لكم، وصلوا هذا الفيديو 100 لايك لحتى نعمل اليوم بث مباشر. طبعاً هلقيتها صعود رينك ممتاز كتير. Let's go. طبعاً كتير ممتاز، معنا كومبو كتير حلو. هلا راح ساوي يا جماعة الخير سبيشال سامن لتونر ليفل 2 واللي هي تكون سكواير، اللي هي السبكتاسورت، عفوا سبكتاسورت، ونضيف هاي. ليتس جو، دورنا تمام التمام. هات لنشوف صاحبنا ايش ممكن يعمل. طبعا معني كومبو كتير رهيب، ممكن اسوي سينكرو وكمان اسوي فيوجن
وكمان سينكرو، راح اعمل كومبو رهيب جدا جدا، فاستفيدوا مني بهاي الشيء. اذا ما دمرها هاي البطاقه كثير كثير ممتاز، بامكاننا نسوي له اصلا بعمل تارجت لتو مانستر لو عملهم بشكل عام، بس ما يدمرها ام اس دي بكوزميك سايكلون. تمام، هاي شو البطاقه، ادد سبال ادد ليفل 7 او 8 دارك مانستر. تمام اداني، تمام ماشي شكرا. شكرا، بطاقة مجانية. يضيف كده، يضيف كده، تنهي دورك. تمام تمام التمام. هلأ شوفوا أنا شو راح أعمل. نساوي سينكرو عن طريق أني أضيف هاي البطاقة، وأضيف أليستر، هل راح تخلينا فعل الاكتيفيت؟ تمام التمام. نساوي هلقيتا كارول دراغون، ليتس جو، نضيفها في البطاقة، البطاقة الأمامية اللي ضافونا إياها الجديدة. أوكي هلا بنسوي الدستروي، لاي بطاقة حرفية موجودة هان، نعمله destroy، نرسل له بطاقته اللي اعطانا اياها، خدها ما بدنا اياها. شوفوا انترو سو ممتاز كتير. طبعا احنا ما تفعلت عندنا القدرة بسبب ما كان المفروض اني بعمل هاي الحركة، ما ادري، لكن سوكي نعمل فيوجن لانه اصلا هاي بتأكد انها نافيجيشن. طيب نساوي بانيش لهاي، نرسل هاي للمقبرة او هاي شكلها. تمام نضيف بوك تريو، نايس تمام. ايش ممكن تعمل؟ طيب نرجع، نرجع الستر لعندنا. طبعا مثل ما انتم شايفين معنا، معنا شيء اسطوري ها. فليتس جو. طبعا راح اهجم في البداية في السينكرو، ما بيعمل شيء. تمام هلا نسوي هجوم في هاي، هلا بامكانه يعملها. يب تمام، بيستدعي شو بيستدعي؟ استدعي هاي. اوكي فاكتيفيت، نزود الهجوم، نعمل كده. هلا هو راح يساوي سبيشل سامن. تمام تمام، هلا هو راح يعمل سبيشل سامن للدارك ماجيشن ودارك ماجيشن جير. اوكي هلا هذا راح يهجم كمان مره. اوه شيت ما تفعلت. اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي، المفروض هي تهجم كمان مره، لكن ما ادري السياسه هاي الجديده، المفروض يهجم كمان مره، لكن تمام. نفعل اون، احنا ديستن درو يعمل، ما ادري شو البطاقة اللي راح يضيفها، لكن احنا معنا اصلا تراب هول، من افضل البطاقات الحرفية للتراب. هات لنشوف البطاقة اللي راح تستدعيها، ايش ممكن تستدعي.
تمام. طالما هو هيك عمل انا ما بدي اساوي اي شيء لحد ما يجيب يعني بطاقة يضيفها ست، ممتاز كتير. هلا انا بامكاني اعمل دستروي. ياب، يعطيك العافية، ينهي دوره، ممتاز كتير. نسوي له هلا دستروي عن طريق نرسل مثلا هاي، نعمل دستروي. طبعا هذيك اكيد سول، ياس سول راح يساوي سبيشال سامن لاي شيء، وبنفس الوقت راح يتدمر. تمام تمام، يساوي سبيشال سامن للدارك ماجيشن. باي باي اجين يا دارك ماجيشن. هلا بنعمل سبيشال سامن وينسحب. انا كنت بس بدي اورجيكم السينكرو ليفل 12 اللي باعتباره 6000 اتاك راح ياخذ، لكن انسحب. ليتس جو. طيب يا جماعه الخير، ندخل كمان مبارزه ضد شخص من امريكا، ممتاز كتير، عم يلعب لي كمان مره بيامي يوغي. يامي يوغي محبوب الجميع. تمام، انا الدور الاول، ممتاز كتير. خلينا نشوف السحب اللي راح يجينا. البي اي بزود نقاط كثيره، هي 1000 نقطة. طيب نساوي نفس الكومبو اللي هي عبارة عن انه استدعي. او نسيت ليش انه ما تفعل السينكرون نستدعي يا اصدقائي، لانه احنا اصلا كنا ضايفين سبكتاسورت في البداية، فما كانت في المقبرة وقت ما احنا عملنا السينكرون. لو كانت في المقبرة هاي وقت ما احنا عملنا في السينكرون، لكان قدرنا نكمل الكومبو ونستدعي الليفل 12 اللي هو هاد، وياخد 6000 نقطة اتاك. فيب يا جماعة الخير. طيب هات لنشوف هالجيتر، هات صاحبنا ايش ممكن يعمل. طبعا بيقول لي كمان سبيشال. تمام ماشي، اوكي رود. تمام هلا بضيف النافيجيشن تس كتير، وضيفها ست ست، بينهي دوره. طالما بينهي دوره فهمان يا جماعة الخير. طيب تجي لي كمان مرة لانسي. او ماي جاد، جات لي لانسي كتير وراح اخسر كده. تمام هات لنشوف. طبعا هلا بيستدعي مع انه ما استغل ميزة حلوة. وانا كمان جات لي الشيء الغير متوقع، كمية سبيل رهيبة. شوفوا أربع بطاقات سبيل، هي ما اجتنا غير مانستر واحد يا جماعة الخير. اتس اوكي اتس اوكي، عفوا. لا طبعا بضيف بطاقة دارك ماجيشن ليده. تمام تمام، كيف ممكن نفوز هاي المبارزة؟ خليك معي. تمام يضيف مهات، ينهي دوره. واو ليتس جو. تراش تراس، عم يجي لي ترابات، عم يجي لي ترابات سبيل. انا مش ضايف غير هدول ومش راضي يهجم. اعمل ايش انا؟ اعمل ايش؟ عم يخاف، هو خايف. وانا هلقيته مش خايف. ليتس جو. طبعا بامكاني اسوي لها تريبت واستدعي كارول دراغون. يلا هات هات كارول دراغون. طالما عم تعمل فيها كده تعال. تمام اسوي له دستروي ل
خليها كده بس بدي اعمل له دستروي. وانا لو رميت هاي مشكلة كبيرة، لكن بامكاننا نفوز عن طريق يا جماعة الخير اللي هي هاي البطاقة، فنضحي في هاي مش مشكلة. Let's go. ما راح هجوم، ما راح اسوي شيء، راح استفزه بالثلاث بطاقات هذولا واخوفه اخليه يهجم او ما يهجم. خلينا نشوف. يلا تعمل اند. ايوه سوي اند، سوي اند وسوف ترى الجحيم. ماستر ريبورت. لا حرفيا معه كل شيء في الحياة. اوكي ها تمام. بطل فعل لانسي. نيجيت. لانسي كمان مرة. يعفو الله. شكل حبلة. لا ماشي تمام. قلت لي يا مصيبة بس تمام. مش راح نقدر نستغلها، اجتنا لحالها. عشان قلنا مش راح نقدر نستغلها اجتها لحالها. اوكي شغل السكيل، سوي سبيشال، نضيف هاي هاي كده. عفو الله كمية حظ اللي صار. ليفل 6 صعب. تمام زود نقاط الهجوم بالنسبة لي عن طريق ان مثل ما حكيت لكم نسوي بانيش لهاي، يصير 5500. ممتاز كثير. نعمل كده نخليها 2000. نضيف هاي تمام. الستان نضيفة ليش لا، خليها ديفنس لانه لو كانت معي النافيجيشن لسه اللي عفوا لو كانت معي لسه الانفوكيشن كان افضل، لكن الحظ يلعب قراره. لكن 200 نقطة، هل ممكن نفوز ب 200 نقطة بالحظ اللي صدنا؟ Let's go. سات ينهي دوره. ممتاز كتير تمام. نعمل كده حلو تمام. هلا بنضيف هاي طالما في بطاقتين. هان ايش نساوي؟ بدنا نعمل سينكرو. بس هات لنشوف ايش البطاقة اللي ممكن هو يضيفها. دروبك تمام يا جماعة الخير. طالما هو ضل بطاقة هان فاحنا لازم نرجع بطاقة واحدة. اوكي حاولوا تفتكروا هذا الشيء. سو كده نعمل عملية ارجاع.
للبطاقة اللي هي بس بطاقة واحدة تراجعوا، لو رجعت بطاقتين مش هتزبط معكم. تمام، هلا بنساوي سينكرو بس بنسحب. ايزي ايزي انسحاب، مع انه كنا راح نخسر بسبب البريك هاند اللي صار معنا اللي ما بصير دايما. تمام يا جماعة الخير، هذه هي المجموعة، اتمنى انكم استمتعتوا فيها، واذا استمتعتم الاشتراك اذا انت مش مشترك، واللايك اذا انت لسه ما عملت لهالقية لايك. فايب هذا كان كل شيء لليوم، اشوفكم في البث المباشر بعد ما يصل هذا الفيديو 100 لايك، وسلام.